السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، لنبدأ قصة جديدة ومعبرة. كانت امرأة بيضاء تبلغ من العمر حوالي 50 تجلس بجانب رجل أسود، وكانت متضايقة جدا من هذا الوضع، لذلك استدعت المضيفة وقالت لها: من الواضح أنك لا ترين الوضع الذي أنا فيه، لقد أجلستموني بجانب رجل أسود وأنا لا أوافق أن أكون بجانب شخص مقرف، يجب أن توفر لي مقعدا بديلا. قالت لها المضيفة وكانت عربية الجنسية: اهدئي يا سيدتي، كل المقاعد في هذه الرحلة ممتلئة تقريبا، لكن دعيني أبحث عن مقعد خال. غابت المضيفة لعدة دقائق ثم عادت وقالت لها: سيدتي، كما قلت لك لم أجد مقعدا واحدا خاليا في كل درجة سياحية، لذلك أبلغت الكابتن فأخبرني أنه لا توجد أيضا أي مقاعد شاغرة في درجة رجال الأعمال، لكن يوجد مقعدا واحدا خالي في الدرجة الأولى الممتازة. وقبل أن تقول السيدة أي شيء، أكملت المضيفة كلامها: ليس من المعتاد في شركتنا أن نسمح لراكب من الدرجة السياحية أن يجلس في الدرجة الأولى الممتازة، لكن وفقا لهذه الظروف الاستثنائية فإن الكابتن يشعر أنه من غير اللائق أن نرغم أحدا أن يجلس بجانب شخص مقرف لهذا الحد. والتفت المضيفة نحو الرجل الأسود وقالت: سيدي، هل يمكنك أن تحمل حقيبتك اليدوية وتتبعني؟ فهناك مقعد ينتظرك في الدرجة الأولى الممتازة. في هذه اللحظة وقف الركاب مذهولين الذين كانوا يتابعون الموقف منذ بدايته، وصفقوا بحرارة للمضيفة لتأديبها الغير المباشر للسيدة البيضاء. شكرا لكم أصدقائي على حسن تتبعكم، وأرجو منكم أن تشتركوا في قناتي.